صباح الفل، متأخر كالعادة يا فندم. الساعة 3:45، عندي عرض لفيلم محمد روسالوف The Seed of the Sacred Fig. لا ما تقوليش انت مش لا اقول بتاعه تمام، اصلا مش ورا حد بصراحه، لان انا من الصبح عمال اتوه. انا نزلت من بدري، انا نازل من 1:30 مثلا وتهت. انا بقى لي هنا اسبوع، وتخيلت ان انا ادركت كل حاجه وجمعت كل حاجه وفهمت كل حاجه خلاص، وبعدين تهت مرتين، مره امبارح ومره النهارده. امبارح ركبت اتوبيس غلط، بس الحمد لله ادركت بعد محطه واحده ونزلت صلحت غلطتي، بس اتعطلت طبعا. والنهارده ركبت الخط كله غلط كله، وصلت الحته الثانيه من المدينه تماما، وبعدين ركبت البتاع تاني ولسه وصلت دلوقتي. بقى لي بتاع ساعه وي في الاتوبيس، حاجه نيله. المهم المره دي المفروض العرض في الجراند تياتر اللوميير، فانا عشان كده مطلع الكاميرا عاوز افرجكم عليه، لان انا شخصيا هتفرج عليه لاول مره. بس ده اصلا لو نجحنا في ان احنا نوصل وندخل ونتفرج على الفيلم، فخليكم معانا. ما سابونيش اصور وانا داخل، رخامه قوي، هو مفيش حاجه تتصور قوي. واحنا دخلنا من اخر ريد كاربت كده يعني، فقال ايه فاكر يعني ان انا هصور النجوم بقى اللي هم هكسر بيهم الدنيا وانافس بيهم وكالات الاعلام العالميه يعني بلا خيبه. المهم دخلنا قعدنا وحوريكم القاعه لطيفه، بس حلو ماشي، ادينا جربنا القاعه. حلو، حصل ايه بقى لما جربنا القاعه؟ الساعة دلوقتي 7:45، معلش مش متعود اتكلم من مساحة بعيدة كده، فمش عارف المفروض اعمل ايه في ايدي وفي الحاجات ديت كلها، بس ثانيتين ثلاثة كده وهنرجلش ونظبط الدنيا. الساعة دلوقتي 7:45، اللي اتفرجتوا عليه من شوية ده كان تجربة الدخول للتياتر دوليمير اللي هو مسرح النور والامل، المسرح الرئيسي بتاع العروض في مهرجان كان، اللي اول مرة ادخله على الاطلاق، وده كان بمناسبة اول غرض مشاهدة الفيلم الايراني. استنى بقى، ذا سيد اوف ذا سيكريد فيج بتاع المخرج محمد روسالوف. شفتوه في الحبه اللي فاتوا دول، كانوا الستاندنج اوفيشن الطويله جدا اللي استقبله وهو داخل، وبعدين الستاندنج اوفيشن الاطول بكتير جدا اللي حصلت بعد ما الفيلم خلص، واللي انا شخصيا مشيت في نصها يعني، انا ما خلصتهاش، مش قادر اقول لكم دلوقتي عملوا ستاندنج اوفيشن لمده كام دقيقه لاني ما كملتهاش لاخرها، انا سبتها ومشيت، طولت جدا يعني. وده لاسباب منطقيه جدا جدا جدا، والاسباب سياسيه جدا جدا جدا. تعالوا نتكلم الاول في الاسباب السياسيه عشان تبقوا معانا في الصوره. الراجل محمد سولوف دوت مخرج ايراني، على فكره ليه تاريخ جيد وليه عدد من الافلام الجيده، وفاز قبل كده بالجائزه الرئيسيه في مهرجان برلين، وتعرض لمضايقات كثيره جدا من الحكومه الايرانيه وللحبس، اتحبس فعلا في ايران بسبب ارائه السياسيه وبسبب افلامه وبسبب الاعمال ديت. ومؤخرا وهو بيصور الفيلم دوت صدر ضد حكم بالسجن 8 سنين وبالجلد وبحاجات زي كده، فعمل استئناف، واثناء ما الاستئناف دوت بيتنظر كان نجح في انه يخلص الفيلم بتاعه، انه يهرب هروب معقد جدا زي ما هو شخصيا عبر عنه، من ايران لاوروبا لالمانيا. ولو دورتوا عليه هتلاقوا ان حاليا يعني ارضه او الحته اللي هو عايش فيها ليبلد از انون، محدش عارف هو فين. فوصوله اصلا لفرنسا كان فيه مخاطره كبيره، ولما هو حكى هو هرب ازاي ما كانتش عمليه منظمه خالص، ده لجأ للمعارف اللي هو عارفها لما كان في السجن وحاجه زي كده، العمليه صعبه. فوصوله هنا في حد ذاته لاقت رحاب كبير جدا بسبب الحدوته بتاعت الرحله او القصه اللي هي القصه اللي قادت للفيلم، قصه تصوير الفيلم، قصة صناعة الفيلم، بعيدا عن قصة الفيلم نفسها يعني. ضيف لذلك بقى ان الفيلم نفسه على مستوى الاحداث بيدور في اثناء المظاهرات الايرانية اللي كانت بتنادي بالحرية للستات والحرية في خلع الحجاب والامور دي كلها، والعنف اللي نتج عنه والحاجات دي كلها، الاحداث بتاعتنا في قلب هذا الموضوع، والرسائل اللي تخصنا كلها تخص هذا الموضوع اثناء الثورة نفسها. والمشاهد اللي عندنا جوه الفيلم متنوعة ما بين طبعا المشاهد العادية بتاعتنا
المصورة وبعض المشاهد الحقيقية الموثقة من الموبايلات ومن الحاجات الفيديوهات القصيرة اللي الشباب نفسهم قدروا ان هم يصوروها اثناء الاحداث ديت ما كانت قائمة. حاجة كمان سياسية محتاجين نشير ليها وهي ان في بطلين من ابطال الفيلم مش موجودين معاه، ما اعرفش اذا كانوا تعرضوا لمضايقات امنية بالفعل ولا لا، بس رسولوف شخصيا وهو داخل كان شايل صورتهم وحرص بشكل واضح قوي ان هم يتشافوا. لما حاولت اقرا عن الموضوع مفيش تأكيد على ان حصل لهم حاجة معينة، بس يبدو ان هم في خطر او ان اسرة الفيلم كلها في خطر طالما لسه موجودين في ايران وخصوصا بعد عرضه الاول. الفيلم نفسه بقى يعني سيبك الحواديت دي كلها والكلام ده كله، حلو جدا. الفيلم متميز جدا، فيلم ايراني بكفاءة في كل مميزات السينما الايرانية اللي احنا بنحبها وبنحب نتفرج عليها، الواقعية الملموسة جدا، الغوص الشديد في نفسيات الشخصيات اللي احنا بنتعامل معاها، ومش شخصية واحدة بس، عدد كبير من الشخصيات، عدم التركيز على الرسائل وان كان ده ممكن يكون اهتز شوية في الفصل الاخير، ولكن في الفصل الاول وفي الفصل الثاني وفي اغلب الفصل الاخير الدنيا كانت متزنة جدا، والتصاعد اللي فيها تصاعد بطير. فيلم طويل على فكرة 3 ساعات بس تصاعد واثق قوي قوي قوي. الحدوتة بتاعتنا عبارة عن رجل بيشتغل داخل النظام القضائي الإيراني لفترة طويلة قوي لغاية لما أخيرا حصل على الترقية إن هو بقى محقق، اللي هي الخطوة اللي قبل ما يصل للقب قاضي، إنه يحصل إنه يجلس على كرسي القضاء يعني. ولو وصل لدوت يبقى خلاص أسرته ديت عدت بقى اجتماعيا وماديا واقتصاديا والحاجات ديت كلها. وهو بيتفاجئ إن دلوقتي متطلبات وظيفته بتحتم عليه ان هو يستمع لتعليمات ممكن يكون مش مقتنع بيها، انه يصدر احكام او يرجح احكام اعدام كثيرة جدا وخصوصا في وسط الاضطرابات اللي كانت دائرة ديت بدون تحقيق، بمجرد بالتعليمات وبالامور دي. في الاول كان بيحصل شوية اهتزاز لضمير وشوية تساؤلات هل هو بيعمل الشيء الصح ولا لا، وبعد كده بيستسلم للحوار ده كله. ده على الجانب الوظيفي. على الجانب الاسري هو عنده زوجة محبة جدا ومراعية جدا لمتطلبات حياته لمتطلبات وظيفته، وعنده بنتين، واحدة في الجامعة واحدة في المدرسة. طبعا البنتين دول متأثرين جدا بالأحداث اللي بتندلع دي، وخصوصا ان في صديقة مقربة للبنت اللي في الجامعة بتخش جوه الأحداث وبتتضرر منها بشكل مباشر، والأحداث بتنطلق من النقطة دي، الصراع بتاع الأجيال. حتى العنوان بتاع الفيلم نفسه ليه علاقة بشجرة هم شرحوا في البداية انها يعني لما بتكبر الجذور بتاعتها بتخنق نفسها وبينبع منها شجرة جديدة، اللي هو خلاص يعني في تاريخ بينتهي وفي تاريخ جديد بيتم إرساءه. فيلم اثناء العرض، سيبك انت من الستاندينج اوفيشن اللي كانت في الاول واللي كانت في الاخر، اثناء العرض نفسه في مشهدين او ثلاثه نالوا تصفيق كبير قوي من الحضور، وده موضوع انا ما كنتش متعود عليه، ما كنتش متخيل ان هو ممكن يحصل يعني في حاجه زي كده. بس هم مشهدين ثلاثه مؤثرين، منهم مشهد اكشلي اكشن يعني ما فيهوش حاجه، بس في مشهد اخر فيه رساله، فيه حوار، فيه تبادل كان قوي جدا وجيد جدا. وطبعا المشاهد اللي كان ليها علاقه بقى بالقمع للمظاهرات ديت والعنف اللي تعرض ليه المتظاهرين والامور دي كانت مشاهد مقلقه جدا طبعا وتضايق جدا، وفكرتنا احنا شخصيا بفترات كتير ممكن نكون عشناها. لمست بشكل واضح قوي تأثر الناس اللي كانوا قاعدين في السينما بالمشاهد ديت، لدرجة ان كان في صوت بكاء لبعض الناس وهم بيتفرجوا. طبعا الكلايماكس بتاع الموضوع كان الستاندينج اوفيشن اللي هم عملوها في الاخر، وده خلاني شوية ابتديت اجدج الناس ديت واقول لهم يعني مش عارف. الواحد طبعا في الوقت الحالي القضية الفلسطينية هي اللي على السطح قوي بالنسبة له، حتى لما بيشوف معاناة في اي مكان تاني في اي بلد تاني اول سؤال بيجي في دماغه طب هم الفلسطينيين دول مش محركين فيكم نفس المشاعر دي؟ وبعدين في نفس الوقت رحت اسال نفسي طب ممكن يكون فعلا الاحوال الفلسطينيه والوضع الفلسطيني والاباده اللي بيتعرض لها الشعب الفلسطيني والقمع اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني والعنف والقتل والدمار والامور دي كلها والمؤامره اللي بيتعرض لها الشعب الفلسطيني ممكن تكون بتنال تعاطف الناس ديت، ممكن يكونوا بيعيطوا عليهم وعلى غيرهم. فالوضع مشحون، بيخلي الواحد حتى عنده دايما تساؤلات ممكن تحطه في بعض الاحكام اللي ممكن تكون مش موفقه او مش صحيحه او مش في محلها. ايقاع الفيلم موفق جدا على زمنه، ما حسيتش بملل فتره من الفترات، وده شيء صعب انه يحصل في فيلم طويل على مستوى الزمن. وزي ما بقول مشكلتي الوحيده تقريبا في الفيلم هي النهايه، القسم الاخير، التسلسل الاخير من الفصل الاخير في الفيلم، لانه زي ما يكون اولا من مش عارف بقى طبعا اذا كان الترتيب التصوير كان عامل ازاي، بس انا ما لمستش في اي مرحله من راح الفيلم ان كان في استعجال في اي حاجه لواحد بيتعرض لحكم حبس وعاوز ينهي فيلمه بسرعه يعني، الا في القسم الاخير دوت ان كان في مشهد رمزي معين لازم نختم بيه وجرناله بسبل ممكن تكون مش اكتر حاجه متناسقه مع باقي احداث الفيلم ومع ايقاعه ومع اتقانه ومع واقعيته
الشديدة في كل أحداثه. وحتى الجانب السياسي اللي ساعات بيضايقني من بعض الأفلام، مش حاسس إنه في الفيلم ده كان مقحم بزيادة، يمكن بس التزويد شوية في المشاهد بتاعت البنات وهي بص على الموبايل علشان نحط كتير من المشاهد التوثيقية للي حصل في الفترة دي. فيلم قوي جدا، أتصور إنه هيبقى له أصداء وفي ناس كتير هتتكلم عنه فترة طويلة. ما أعرفش إذا كان هيبقى له نصيب بالنسبة لنا في الأجندة، لأن هو فيلم يعني هو بيتشك كل البوكسز بصراحة، فأنا متصور إنه ممكن يبقى له تواجد قوي في موسم الجوائز في نهاية السنة. أنا تقييمي ليه 9/10، واحد من أقوى الأفلام اللي شفتها بكل تأكيد. يمكن مش عارف 9 دقايق في البلكونة دي من المرات القليلة اللي بتكلم فيها وأنا خارج من الفيلم على طول، من فيلم عجبني وأنا خارج منه على طول. فما تاخدوش مني تقييمات قوي، ممكن تكون 9 دقايق مبالغ فيها شويتين، لو خدنا وقتنا شوية الموضوع يخرج من السياق، بس حابة أنقل لكم كل الأحاسيس وكل الأجواء وكل الكلام ده كله. قشطة، أنا من الصبح ما أكلتش، هروح أشوف لقمة أكلها، حاجة أشربها، أي حاجة في الدنيا. واخيرا عدد من الحاجات. اخيرا، اولا هو اخيرا خلاص احنا كده بالنسبه لنا تقريبا المهرجان بيلفظ انفسه الاخيره بيخلص. اخيرا جات لي فرصه اقعد مع محمد طارق، لاني من اول المهرجان عاوز الاقي فرصه اتكلم معاه شويه. اخيرا بنسجل من المركز الاعلامي اللي انا شخصيا اكتشفته متاخر قوي، لان زي ما انتم عارفين انا كنت بفضل المهرجان الطيب مش المهرجان الشرير اللي هو اللي في السينما. طارق مساء الفل. مساء الورد يا مهدي، مبسوط خالص ان ابقى معاك النهارده، وفرصه لطيفه جدا، ومبسوط ان احنا لأول مرة بنصور سوا. وأنا كمان مبسوط جدا، إن شاء الله مش هتكون آخر مرة. إحنا قبل ما نفاير أب الكاميرا على طول اتفقنا على دور 16. أيوه. واتفقنا على حاجات كتير إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. طارق، أنت ناقد ومبرمج وليك أدوار رسمية في عدد من الكيانات وعدد من المهرجانات، ممكن تشرح لنا الموضوع في أنا حالياً أنا اسمي محمد طارق، بشتغل ناقد ومبرمج، بشتغل مينلي مبرمج لسينما عائل اللي هي شبه سينما زاوية. ببرمج برنامج السينما الدوري. السينما عائل اللي في الإمارات. في الإمارات في دبي. هي سينما أرت هاوس، يعني بتعرض أفلام مهرجانات وكده. عندنا ريليزز وعندنا زي مهرجانات وفعاليات سينمائية بتحصل على مدار السنة. هي أسستها بوسينا حامد من 10 سنين، وهي سينما لذيذة جدا يعني. بس طيب بالنسبة لمشاهدتك السنة دي، عاوز أسألك سؤال متكرر، مش أول مرة أسأل السؤال دوت، بس أنت يمكن تكون أول مرة تسمعه مني. عاوز أكتر فيلم كان عندك عليه أمال عريضة أحبطك، وأكتر فيلم ما كانش عندك عليه أمال عريضة، مش أكيد مش لدرجة أنك مثلا كنت مستهيفه يعني أو حاجة زي كده، بس فاق توقعاتك جدا. أوكي. أكتر فيلم طبعا محبط هو ميجالوبوليس لفرانسيس فورد كوبولا. كنت متوقع حاجة أحسن. كنت متوقع حاجة أحسن من كده. هو مشكلته بالنسبة لي ان هو يعني زي ما كنت مش عارف قلت لك التشبيه ده ولا لا، بس هو بالنسبة لي زي خياط فساتين جميلة جدا 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 طول حياته، وبعدين فضل عنده قطع من القماش اللي فاضل، فخيط منهم فستان. فهو فستان فيه حتت حلوة وفيه حتت وحشة، بس هو على بعضه مش متناسق، فمزعج للمشاهدة يعني. ده كان رأيي فيه، أو كأنه نوع من قائمة الطعام الغير منسقة يعني. فاللي هو أطعمة كلها الأفتر تيست بويز. الفيلم اللي ما كانش عندي عليه أمال، في كذا حاجة اللي ما كانش عندي عليه أمال. طبعا أنا ما كان يمكن اللي هو الفيلم الهندي All We Imagine As Light، لأن أنا ما عرفش شغل المخرج قبل كده، وهو سكند فيتشر وفيلم يعني ما اعرفش. بس صراحة انا لما شفته استمتعت جدا. انا بحب النوع ده من السينما، النوع القادر اللي هو يبقى قريب كده من بين فكرة هو فيلم تحس انه في نوع من الجزء من الدايريز، يعني في جزء من الدايري على المدينة، او الفيجوال إيساي بشكل ما، او الفيجوال دايري. انا اسف ان انا ضحكت يا جماعة لما قال على الفيلم، بس انتوا يعني من الفلوج هتفهموا انا بتحكي.
صباح الخير. النهاردة السبت، اليوم الأخير على بعضه لينا في كان. إن شاء الله بكرة الصبح هنغادر، وفي شوية حاجات عايز أقول لكم عليها كده. أولا المكان اللي أنا اتمشيت فيه دوت، دي الحديقة اللي قدام البيت، هوريكم دلوقتي. أتمنى بس ما تكونش حاجة غلط ولا بتاع، أصور المبنى بتاعنا، بيتنا بالنسبة هنا العمارة قدامي، أكتر معدي قدامي، كل الحاجات ديت قدام البيت. معلش معلش، ادينا بنتعلم. انا بحب البيت ده، بحب الشقه ديت اكتر واكتر. يعني هي فيها عيوب طبعا، ليها علاقه بالمسافه من الباليدي فيستيفال، لان اصحابنا كلهم اللي متودكين اكتر مننا يعني خدوا اماكن يتمشوا منها للباليه وبتاع. لكن انا بصراحه يعني مش عارف، هحتاج اقعد افكر في الموضوع شويتين بس، احتمال ادور على نفس الشقه دي تاني بكل تفاصيلها لو جيت هنا تاني. كان لازم اعدي هنا مره اشوف الدنيا عامله ازاي، والدنيا جميله رائعه. فطر، تفطر خفيف مع قهوه مع بتاع، حاجه زي الفل. تيشرت ريال مدريد سريعا، وانا بلبس الصبح كنت عايز البس التيشرت بتاع ميلان اصور بيه الفقره دي، ولكن وانا في نص التيشرت، عارف انت بتلبس التيشرت كده في نصه، افتكرت ان انا معايا تيشرت ريال مدريد، وان دي ممكن تكون اخر فرصه ليا ان البس تيشرت ريال مدريد، لسبب ان شاء الله باذن الله هتعرفوه في نهايه الفلوج. امبارح اخر فيلم اتفرجنا عليه في المهرجان كان فيلم ذا موست بريشس اوف كارجوز، بيتهيألي فيلم فرنساوي انيميشن، اللي فهموا ان ده تاني فيلم يدخل المسابقه الرسميه للمهرجان. كان من فتره طويله قوي، بقالهم فتره ما بيدخلوش افلام انيميشن في المسابقه الرسميه، وبصراحه مش عارف هو بيعمل ايه في المسابقه الرسميه على مستوى الانيميشن واسلوب الرسم والكلام دوت. حلو مش استثنائي بكل تاكيد، الموضوع بتاعه ليه دعوه بالهولوكوست والكلام ده، حدوته مؤثره طبعا، بس يعني انا مش فاهم. خلاص يا عالم، العالم كله اتفق، خلصنا يعني. حتى الرسائل، الاسلوب بتاع الفيلم نفسه ما فيهوش حاجه بتجدد الرساله مره اخرى، ما فيهوش حاجه بتدي انطباع لان ازاي نستعير دوت النهارده، رغم ان الاستعاره بتاعته النهارده في التفاصيل اللي احنا عايشينها واضحه جدا يعني، بس احنا لسه زي ما احنا استك في الحرب العالميه الثانيه، ونفس الحدوته زي ما هي، والحدوته ديت ما ضافتش اي حاجه وما جددتش اي مشاعر ليها اي اهميه في الوقت الحالي بكل تاكيد. النهارده جدولنا ايه؟ انا حاجز في النهارده عموما بالنسبه لجدول العروض نفسه اعاده لكل افلام المسابقه الرسميه، وانا فاتني منها حاجات طبعا بكل تاكيد. اهم فيلم كل الناس عماله تقول لي كان لازم اشوفه، كان لازم اشوفه، هو ذا سبستانس، فانا حاجزه، بس حاجزه اللي هو من ساعه من دلوقتي، ففكره ان انا اطلع واغير وانزل والحقه ورده مش مستحيله، بس مش عارف لو كنت عايز اعمل كده بصراحه. وعلى نص اليوم في ضيف مهم هينضم لنا ان شاء الله باذن الله يرضى ان احنا نسجل معاه، لان مش عارف اذا كان الايجنت بتاعه هيوافق ولا لا، لان الموضوع معقد شويه، بس هحاول كده ان شاء الله. الساعة دلوقتي 4:15 وأنا في السينيوم. حد يسألني ويقول لي إزاي استقريت في الآخر في السينيوم، أقول له ممكن نقول عليه قدر، ممكن نقول عليه نصيب، ممكن نقول عليه إحساس منعدم بالبوصلة، وده اللي وصلت له في النهاية. أنتوا آخر مرة سبتوني كنت عند البحر، فاكرين لما كنت قاعد بتيشيرت ريال مدريد والكلام ده كله. الساعة كانت داخلة على واحدة، كانت 1:50 تقريبا، والفيلم بتاع ذا سبستنس اللي هو بتاع ديمي مور اللي كان في الباليه في الديبيوسي تياتر يعني، كان المفروض خلال 40 دقيقة 50 دقيقة يعني، هو المفروض 2:45 يشتغل. فأنا قلت زي ما قلت لكم كده، حاسس الوقت ضيق ومش هلحق، وبعدين قلت لا في إيه، خلاص إحنا بقى إيه، نعيش روح الشخصية الأوروبية اللي أنا تحولت لها أو اللي تخيلت إن أنا تحولت لها، واقوم بسرعه اطلع. ايه اللي هيحصل؟ دب دب، غير هدومك، البس بتاع، اعمل بتاع، حط الحاجات في الشنطه، ودرب. نبقى قدام محطه الاتوبيس يا برنس، الساعه 1 بالظبط كنت قدام محطه الاتوبيس ولابس زي ما انتم شايفين كده، وكل حاجتي في الشنطه تمام وكل حاجه زي الفل. بصيت في جوجل مابس، عرفت الاتوبيس اللي انا عاوزه، جه الاتوبيس ركبته، وخلال 5 دقائق لا 10 دقائق نقول ربع ساعه مثلا من ركوب الاتوبيس ادركت ان انا مش رايح الطريق. انا رايح الاتجاه الغلط او رايح حته غلط، ولغايه اللحظه دي مخي ما كانش مجمع، وانا ليه دايما لما باجي اروح الباليه بتوه ليه؟ يعني في ايه غلط في البلد؟ طبعا مش فيا انا، في البلد، بيخليني دايما اتوه وانا رايح البتاع ده. المهم يعني انا اخر مره لما تهت اللي هي كانت امبارح صح؟ عديت من قدام السينيوم وكملت، المره دي بقى وصلت للسينيوم الحمد لله، اتعلمنا اتطورنا شويه يعني، ففهمت ان انا بعمل حاجه غلط، فرحت نازل عند السينيوم، وطبعا بصيت في الساعه لقيت مستحيل خلاص اركب واروح الباليه انتهينا، رحت داخل مكنسل التذكره بتاعه الباليه بتاعه ذا سبستنس دوت، ماليش نصيب اشوف الحمد لله يعني. وبصيت في التذاكر هوبا لقيت تذكره لاول وي سي
ايه all we see is light all what we see as light او حاجه زي كده. الفيلم الهندي سيبكم من اسمه يعني هنحطه على جنب لان هو المهم يعني هو الفيلم دوت انا كنت المفروض اصلا دخلته اول امبارح تقريبا ولما كنت في الحوار مع محمد طارق لما هو جاب سيره الفيلم انا ضحكت. ليه ضحكت يا فندم؟ لاني نمت في الفيلم ده. مش فخور بس لازم واحد يكون صريح يعني. عارفين الاحساس بتاع الواحد لما يخش ينام في السينما؟ انا مش نمت في السينما انا سينما في النمت يعني. بعد ما خلصنا الفيلم واحنا خارجين كان معانا ناس صحابنا يتهيألي شوقي اللي كان بيقول بحاله خجل كده انه نام خمس دقائق في الفيلم. انا صحيت خمس دقائق في الفيلم نمت لا يعني. حسام كان بيقول انت شخرت يعني. هو الراجل بيقول لي بصراحه مش عاوز يكذب عليا يعني انت صوتك طلع يعني وانت نايم. مش انا بس اللي نمت، ناس كتير نمت عشان بس الوقت كان متاخر وكنا تعبانين وكنا طلع عنا وبتاع. فبصيت لقيت الفيلم قدامي تاني قلت خلاص ادخله. حاجه من الاثنين، يا نام تاني يا اما اتفرج عليه وافهم ليه طارق بيقول عليه من الافلام المرشحه للسعفه الذهبيه. وفهمت ليه ان هو من الافلام المرشحه للسعفه الذهبيه. الفيلم حلو جدا، رقيق جدا. الفيلم بيدور عن صديقتين مش متقربين في السن عايشين في مومباي في الهند. الاثنين بيشتغلوا ممرضات. حياتهم صعبه اقتصاديا، بسيطه جدا على المستوى الاجتماعي. بيدوروا على الحب، بيدوروا على ازاي ممكن يقضوا بقيه حياتهم. طموحات بسيطه ومتواضعه جدا. بنعيش معاهم رحلتهم في ايقاع هادي قوي. يمكن هو دوت اللي نايمني بس انا مش عاوز اشير عليه زي ما يكون حاجه سلبيه لاني لما اتفرجت على الفيلم لا هو ما فيهوش حاجه سلبيه وما بيزهقش على الاطلاق. في اجزاء حالمه جدا، في اجزاء محزنه جدا، في اجزاء سعيده اللي هي الناس اللي بتسرق سعادات. عارفين فيلم بنتين من مصر ممكن نقول على دوت بنتين من الهند بس ولا بنات وسط البلد، ده بنات مومباي. انبسطت بيه جدا وحبيته جدا الحقيقه. وهو من الافلام برضو الى حد كبير الامنه للمشاهده. في مشهد جنسي وفي مشهد في عورية سريع على راي شوقي كان بيقول لك حتى الهند بقت بتعمل الكلام بس لا يعني دول مشاهدين ممكن يتقطعوا يعني ممكن يتشالوا في مونتاج ولا حاجه ويتشافوا عادي. طبعا مستبعد جدا ان يكون في فرصه ان هو يتشاف بس خليكم فاكرينه يعني. برضو لما جبت سيرته شحروري حبيبي حط لكم البوستر على الشاشه فسيبكم من التخريف اللي انا قلته دوت. هو دوت الاسم الصحيح. تقييم الفيلم 8.5 من 10. سول 8.5 من 10. حقيقي فيلم حلو قوي. مش مصدق انا ازاي نزلت عليا الغيبوبه اللي نزلت عليا ديت وانا بتفرج عليه اول مره. لما كنت بسال شوقي على ترشيحه للسعفه الذهبيه هو قال ذا سبستنس، ولما سالت طارق على ترشيحه للسعفه الذهبيه هو قال الفيلم الهندي دوت. والاثنين كان عندهم سبب واضح ان الفيلمين من اخراج سيدتين وفي اتفاق على ان من الاغلب السعفه الذهبيه السنه دي هتروح لامراه. اعتقد ان اعلان السعفه الذهبيه خلاص خلال ساعات قليله ان لم يكن اقل من كده كمان. هنشوف مين فيهم اللي هيكسب. انا طبعا تيم الفيلم ده بما ان هو ده اللي شفته والعيب على الاتوبيس. قلت لكوش بقى طلعت المشكله فين اساسا؟ مش انا قلت لكم من البدايه انا بيتي في وسط المسافه ما بين السينيوم وما بين الباليه. فمعنى كده انك لو عايز تروح السينيوم تروح كده ولو عايز تروح الباليه ما ينفعش تروح كده. البصله الانسانيه بتقول ما ينفعش تروح كده، لازم تعدي الشارع وتروح الناحيه الثانيه. انا اسف مش اعظم حاجه للاي كيو بتاعي، ومش اعظم حاجه للاي كيو بتاعي ان خدتني يومين اني اتوه مرتين عشان افهم دوت. بس في الاخر وصلنا الحمد لله. تمام قدامي دلوقتي ساعه واستقبل الضيف اللي جاي. اكبر نجم في مهرجان كان هيكون موجود ونجحت في اني اتواصل معاه. ان شاء الله تكون مفاجاه سعيده ليكم. وزي ما قلنا كده هو والايجنت بتاعه يوافقوا ان هو يطلع معايا في الفلوج. الساعه دلوقتي 5:15 واخيرا النجم اللي احنا منتظرينه وصل، وبعد مفاوضات طويله جدا مع الايجنت بتاعه ريدي ان هو يظهر معانا في الفلوج. نرحب معانا في هذا الفلوج بالنجم الكبير. الو هاي ازيك عامل ايه؟ الحمد لله مش عارف اقول ايه تاني الصراحه. What about your first مهرجان كان؟ هو ده يعتبر مهرجان يعني احنا جينا شفنا الباليه وخلاص. والله حاولت اجيب لك اي دي بس ما عرفتش الموضوع صعب. كويس اني جيت اصلا. ايه في اي انطباعات يعني عن الموضوع؟ المكان شكله حلو من بره ما شفتوش من جوه. هو من جوه الطف شويه كمان، ومن حظنا ان اليومين دول رايقين شويه لان خلاص المهرجان خلص وما كمان شويه حلمت جوائز اصلا فالدنيا في الرايق وبتاع. مش هنقول للناس احنا رايحين فين بعد كده بس يمكن نطلع ده في الفلوج كذلك. alright منور. منور كده بس خلاص كده ما عندكش اي تعقيب اخر؟ ده ما الطريق اللي كان زباله. طريق ليه؟ ما انت عارف ليه. عادي ما قطر يعني ايه اللي حصل فيه يعني؟ هو ما كانش قطر واحد، هو ما كانوا كام قطر تقريبا؟ خمس قطره مثلا. لا كتير بصراحه. قشطه نلتقي في فلوج اخر بعد ما نروح بقى. الراجل فعلا طلع عينه من السفر وبتاع فيروق شويه كده وبعدين هنسرقه تاني في هذا الفلوج يعني. حماه ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟
الساعة كام دلوقتي عندك؟ 11:30. الساعة دلوقتي 11:30 واحنا في انهي مطار؟ في مطار نيس مقدس. في مطار نيس الدولي، متوجهين لمكان مجهول حتى الان ما تكشفوش، بس تقدر تقول لنا ايه عن المكان اللي احنا رايحينه؟ اللي هو الناس اصلا ممكن تجري في الفيديو 30 ثانية وتعرفه على طول يعني، بس لو الناس بقى ليها في الغموض يعني. اول حاجة اوبفيس ولا لا؟ اول حاجة غامض. كلو غامض صعب. كلو غامض صعب يا جماعة، شوية صغيرة وحنعرف ايه الموضوع. Las maletas inteligentes deben estar en modo avión en todo momento y no pueden utilizarse para cargar otros dispositivos. Deben informar a la tripulación sobre cualquier sobrecalentamiento que puedan detectar en sus dispositivos electrónicos. Los enchufes y conectores USB solamente estarán habilitados durante el vuelo. Hasta entonces y por motivos de seguridad, los dispositivos deben permanecer desconectados. مساء الفل يا دود. ترى ما بيردش عليا ليه؟ اهو. هلو، انت منورنا. طب ما كنتش عارف. مش مركز معلش. شوف انا وريت للناس، صورنا شويه في الطريق واحنا ماشيين، ما اعرفش اذا كان الكود بتاع المدينه اللي احنا فيها اتفك ولا لسه. هيكتشفوا قريب. لا ما يعني ممكن ندي هنت، ادي هنت قوي، انا عندي هنت. هنت قوي؟ انا بصراحه كنت قايله قبل كده من قبل ما انت تيجي اصلا، كنت قايل للناس صورت حاجه كده بالتيشيرت بتاع ريال مدريد وقلت لهم دي تقريبا اخر فرصه ليا البس التيشيرت ده لاني ما اقدرش البسه في الحته اللي احنا رايحينها، فاتصور ان كده ده بروك ذا كود. المره الجايه لما نيجي نفرج الناس على حاجه ان شاء الله تكون حاجه برشلونويه قوي بقى، مش مجرد ماشيين في الشارع، ممكن يكون اي شارع في اي حته يعني. ما حاولت اشرح لكم قد ايه الاميرسيف اكسبيرينس ديت جامده وفظيعه وفشيخه، بصراحه مش هعرف تصميم الصوت بالصور بالايموشنز اللي ممكن يعني هما بيستثيروا الحاجات ديت، ولاد اللذينه لعيبه جدا يعني. في الاخر هتلاقي نفسك عاوز تشتري تيشيرت برشلونه حتى لو ما بتشجعش برشلونه، اللي هو مفيش يعني. كده العواميد دي انتر اكتف، معروف اذكى مدافع في العالم، بس تلاقي العمود كله بقى عليه. جميل جميل، ده لو شغل سبوتيفاي فبرافو سبوتيفاي. لا يا الاشقية، وبنعرف نصور يعني، بنعمل شغل مش بطال. يا خرابي يا خرابي على فلوسي اللي بتضيع قدامي وانا واقف، يا خرابي خرابي خرابي. انا شايف الفلوس، شايف الفلوس وهي بتطير حالا اهو قدام عيني.
طيب هروح انا لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه. عاملين زي اي دي كارد كده، تدوس عليه تاخد الاوديو جايد بتاعك بالانجلش او بتاع، بس طبعا محتاج بقى ايربودز. مش ممكن حد مش هقدر احط السماعه على ودني يعني، بس اتس كول ايديا، فيري كول ايديا. هنشوف انا ومحمد دلوقتي الموضوع بتاع الصور، وطبعا دي مش اول مره يتنصب علينا، فاحنا متوقعين النصبيه يا محمد صح؟ طبعا. هيقول لي الصوره ب 10 يورو، انا فاهم اللي فيها يعني، وطبعا وانا عارف مش هيجيب نتيجه برضه، هيتنصب عليا عادي وهدفع غالبا. زي ما قلنا يا جماعه الحراميه قال ايه، مصورني 10 صور عاوز يديني البوم، البوم ب 50 يورو يحط لي فيه ال 10 صور، على اساس ان احنا هوت، احنا كروديات يعني فاهم؟ فعملنا ايه؟ اشتريناه طبعا يا جماعه. اهو بصوا فر كده، انت بتفر في الالبوم فر في الصور يعني. ولا مش باينين اساسا، اها مش عايزين نحرقهم، بس اتفرج على شويه منهم. اوكي alright. مش باينين قوي بس ما علينا. Alright. هنبقى افرجكم عليهم بقى بطريقتنا بعد كده. فاه يا جماعه خدوا بالكم من السرقه، وخدوا بالكم من المقالب اللي زي دي. يعني اعرفوا ان انتوا هتتسرقوا وبعدين تسرقوا عادي، مفيش هيحصل ايه يعني. حماه، ايه هي الطريقه المثلى لمحاوله هزيمه ترشتيجن؟ بوز زبالة. بوز زبالة. ممكن تطلع الانسان من مصر، بس مستحيل تطلع مصر من الانسان. صعب؟ قلنا يا جماعة صعبة يا جماعة. وحشة وحشة، خلاص يا عم ما تسيبها تعدي يا عم. برا خالص يا كابتن، برا خالص يا كابتن. التجربة الأولى من كابتن معلش، بيقرا الجو، بيجس النبض. محمد مركز. أوبا! إيه الحلاوة دي؟ محمد بيهزم ترشتيجن بتسديده صاروخيه في المقص يا جماعه. لا معلش معلش معلش، يعني ده منظر استاد حستلمه خلال شهرين ثلاثة؟ احنا بنهرج. انا المقاول بقاله سنين عمال ينصب علي، ده منظر ملعب حستلمه ده؟ احنا لسه حتى ما ابتديناش نركب الكرانيش، هزار ده. انا ومحمد يا جماعة خلاص قررنا ان احنا نفضل واقفين فوق راس المقاول لغاية لما الاستاد ده يخلص. احنا مش هنتحرك من هنا غير لما ده يبقى ملعب كورة. الأهم بقى اللي بيحصل هناك،
يويفا كاب وينرز كاب. فارس كاب ايه فارس كاب؟ يويفا سوبر كاب. كلاب وورلد كاب. سبانيش سوبر كاب. يويفا يوث ليج. ومن برشلونة نحب نقول لكم باي باي في نهاية هذا الفلوج السينمائي الكروي السياحي اللي مليان مغامرات. ما علقناش على نتائج مهرجان كان، بس الحمد لله ان السعفة الذهبية كانت لفيلم انا شفته وشكرت فيه، فالحمد لله رأينا في محله، وعدد كبير من الافلام اللي نالت جوائز احنا كنا مختارينها. تحية كبيرة قوي 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 لفيلم رفعت عيني للسماء، الفيلم المصري، لان تعرف طبعا زي ما انت عارف يعني اللي فاز بجائزة الاختيار اللجنة بتاعت الافلام الوثائقية شيء مشرف وشيء رائع طبعا. ان شاء الله باذن الله احاول اشوف الفيلم في اقرب فرصة. اللي فضل في الرحلة دي يا جماعة بقى خلاص مش هنصوره، نرمي الكاميرا شوية ونحاول نستمتع بالمدينة شويتين. أتمنى تكونوا استمتعتم بالفلوج، ألف شكر ليكم. مش فاكر بقى لو في حاجة تانية نسيتها، لو في حاجة تانية نسيتها خلاص مفيش فرصة ان انا افتكرها، فاحنا كده انتهينا. وباي باي. قول باي باي. باي باي باي.